في عيش صورها الأول وبعد كده أحمرها تمام، وهعمل معاكم رمضة في النار وأعمل صدور سوتيه.
اسمك مريم، انت اسمك ايه؟ انا اسمي وردة. انا اسمي ياسمين. يا تمر حنة، يا تمر حنة، ورد يانا تمر حنة، الوقت كله كله كفر جناح، مش معنى انت انت تعيش بالجنة. Thank you.
ماجدة، مش نانسي عجرم. ماجدة 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 كانت متجوزة مش عارفة مين ماتها، خليني انسى كده صوته، كان طيار. ماجدة 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 وقعت. باكل في العرس اليوم، وبعد كده نجيب بصل. يا أمي انت وهو يا أمي، فين البصل؟ بصل 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 and of
أقول لكم إيه؟ أنا هعمل وتروحوا تقصوا فيه، المية تاكل، والقطة عالبوكة على النار هادية، القطة عالبوكة النار هادية، البوكة كده اهو، حط البوكة كده اهو، وادي السلطة. السلطة السلطة، طب السلطة نعمل ايه بقى؟ It's
هنعمل خضار سوتيه جميع، نعمل خضار سوتيه علشان الخضار يطلع حلو. نحط له ملح في الأول علشان يحتفظ بلونه. هتشير عليا ملح. ملح نولع الأول النار، أول حاجة بنعملهم السردين. بعد كده نقفل اي
يلا كده اهو، وخلصنا اول علبة اللي عاملينها بقى لنا الشهر. بعد كده نجيب الباقي. ده اللي يحب الكوكيز. ممكن يقعد أسبوعين بس أنا ست أشهر، أنا دي عاملة ممكن تنفع أصلا شهر. يقعد شويته كويس يقعد. الله عليك يا ربي، بصوا اهي جامدة ومتماسكة وماسكة نفسها. اجيب بيلو اطفي هنا، دي اللي بيحب الفسيخ بس. ايوه ده فسيخ. انا بس مطلعلكم عشان اوريلكم من جوه. بص من جوه شكله ايه. حطيله ليمون وخل وزيت، تمام، هقطعهم كلهم وادي النص اهي، هبقى احطها في كيس عاملها. ولسه أشربه طبعا لأنه هو بالقشر بتاعه. هم 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 تفضلوا يا جماعة. طبعا ما بنقربش منه ميه عشان ما يعرفوش. ده اللي عملته معاكم من شهر. الكيلو لو جبتوه من بره قد سعره مرتين، لو عملته في البيت بيبقى أرخص بكتير الدبل لو جبتوه من بره. أول ما بتجيبوه تسيبوه يوم تحت المصفى يصفي المية بتاعته، بعد كده حطوله ملح وشطة وكركم كتير كتير كتير، ما تستخسروش. ما تستخسروش. كبسوا يا جماعة، يا إما هقفل. كبسوا واعملوا شير، يا إما هضطر أقفل بقى.
ما حدش بيكبس او كده. انا يعني هو بيقول اعملوا شير، كبسوا واعملوا شير. كبسه بقى خلاص. انا هقفل اتبقى منكم شوية كتير، ما تبقوش في الزمان تبقوا في كيس علشان لو اي حد محتاجين. شنو بقى ايه الحاجات اللي بتعور دي؟ برضه احنا بنشتغل بيبقى فيها شوية لحم
واحط زيت يا ريت يا جماعة تكبسوا وتعملوا شاي بعد إذنكم. هلا 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 يا علي، هلا اسمك محسن علي ولا حسن علي؟ مش شايفة علي. هلا هلا عشان ما يمرروش.
باي باي، ونتابع بعض على اليوتيوب. باي.